بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا جميل عبد القادر محمد يوسف، أردني الجنسية، عملت بالكويت لمدة 23 سنة، وقررت الانتقال إلى الأردن بلدي الأصلي لعمل استثمارات لي ولأولادي. باشرت بالعمل في الأردن فتح مكتب السياحة اللي احنا قاعدين موجودين فيه، فتحت محل قطع غيار في شارع مادبة. محل قطع الغيار بعد 3 سنين 4 سنين بعته إلى شريكي، وتفرغت للعمل في مكتب السياحة، وبدأت نشاطي في أوروبا وفي دول الشرق الأوسط والشرق الأقصى، والحمد لله نجحت أن أكون علاقات جيدة وعمل جيد، وخاصة بالسياحة الدينية سواء كانت مسلمة أو مسيحية، بالإضافة إلى السياحة العادية. وعملت أيضا في بلدي هاي بعض استثمارات مع أشخاص أصدقاء آخرين، والحمد لله رب العالمين. واجهتنا صعوبات وتجاوزناها وتحملنا، لأن هاي بلدنا ويجب أن نتحمل فيها. واجهتنا صعوبات بال2001 لل2003 3 سنين نتيجة الأحداث اللي تمت بعد أحداث 11 سبتمبر. وعمل السياحة عندنا يعني بيعمل 2 3 سنين وبنام له 2 سنين، وهذا تعودنا عليه، من يعني بنكسب باليمين وبنصرف بالشمال. لكن قلنا في بلدنا والحمد لله رب العالمين ومرتاحين، يعني إلى حد مقبول. بالرغم من الصعوبات اللي بتواجه قطاع السياحة بشكل عام، إلا أنني توجهت بالاستثمار في قرية المزار الجنوبي، يعني وسعت دائرة عملي، وذلك بشراء فيلا لسكن موظف وعائلته إلي هناك، واستخدامها كجست هاوس للضيوف الكبار. وبعد ذلك اشتريت قطعة أرض أو قطعتين أرض بجانب الفيلا لمباشرة عمل مشروع سكني استثماري في سنة 2012 بشهر 6. باشرت بالعمل في المشروع من خلال مقاول من نفس قرية المزار، لأنه كان قصدي يعني إفادة أهل البلد، وكنت حريص جدا على توجيهه بشراء جميع ما يلزم للمشروع من محافظة الكرك، من حجر وإسمنت وحديد وكل ما يلزم. وبشرنا بالمشروع منذ ذلك الوقت، من حفر وبلشنا في البناء. فوجئت بشهر 8 بعد 2 أو 3 شهور من العمل، فوجئت باتصال من متصرف لواء المزار، طلب مني الحضور إلى اللواء. ذهبت لعنده، فبين لي أنه بعض شكاوي علي من بعض الجيران، وعالجنا الموضوع. ومن ثم بعدها تفاجأت بحملة شرسة بالصحافة الإلكترونية تشير إلى المشروع بأنه أول حسينية في الأردن إيران دخلت، فكان ذلك مفاجأة كبرى لي. توجهت إلى متصرف لواء المزار برضو بناء على طلبه، وكان يريد الاستفسار مني عن المشروع وماهيته. فذهبت له مع المقاول وشرحت له ماهية المشروع بأنه سكني استثماري ولا يمت لأي معبد أو حسينية أو طائفة أو شيء، فهو ملك خاص لي ولابني فقط لا غير.
ونحمل أرقام وطنية والحمد لله رب العالمين مسلمين ونعرف ربنا كويس وما عندنا أي تبعات لا طائفية ولا دينية ولا شيء من هذا القبيل. وبالنهاية كتبت تعهد إقرار وتعهد مني أمام متصرف لواء المزار بأن هذا المشروع هو بناء سكني استثماري فقط لا غير، المقصود منه إسكان مجموعاتي السياحية التي تزور البلدة، وذلك بهدف تطوير البلدة نفسها، حيث أن المجموعات السياحية تذهب إلى المزار لزيارة المقامات لمدة ساعة أو ساعتين وتعود إلى عمان والمبيت في عمان ليلتين. وكان القصد من المشروع بأن المجموعات السياحية التي تتوجه إلى المزار أن تمكث في المزار يومين، وهذا مفيد للبلد بشكل عام، بالإضافة إلى أن المشروع نفسه سيقوم بتشغيل على الأقل 20 شخص إذا مش أكثر في المزار من أهل المزار، لأن مش معقول أخذ أنا موظفين من عمان إلى المزار. كتبت التعهد أمام متصرف المزار وكل شيء انتهى وعدت. ومن ثم جاءني اتصال من محافظة الكرك، طلبوا مني مقابلة المحافظ بأن المحافظ عاوز يشوفني. وكان ذلك يوم أربعاء أو خميس والله مش فاكر، هو بتاريخ 29/8/2012. توجهت إلى محافظة الكرك، وأثناء وجودي في ديوان المحافظة رأيت مجموعة من الإخوان المتدينين السلفيين والجماعات الإخوان بين تقريبا 10-11 شخص. ومن ثم طلب المحافظ منا التوجه إلى قاعة اجتماعات، فذهبت معهم، وكان بحضور محافظ الكرك ومتصرف لواء المزار ومدير شرطة محافظة الكرك واثنين من رجال المخابرات. وكان هناك تفاجأنا بطلب المشايخ بأنهم يريدوا وقف هذا المشروع، فرد عليهم فأجابهم محافظ الكرك بأنه لا يستطيع أن يوقف هذا المشروع، وأن أمامهم فقط وسيلتين لوقف المشروع، وهو القانون أو جلالة الملك، حيث أنه ينفذ أمر القانون وتعليمات جلالة الملك. طلبوا منه أن يتوجه بالطلب إلى جلالة الملك، لكنه قال هذا ليس عملي، أنتم ممكن تروحوا تتوجهوا بالطلب. بعد ذلك هددوا بتفجير المشروع أمام المحافظ وأمام الموجودين، وطلب منهم محافظ الكرك لهم طيب لو أن بطلنا نسكن في الزوار وبدنا نسكن طلاب جامعة مؤتة شو بصير الموقف؟ قالوا برضو إحنا ما بنقبل، هذا المشروع يجب أن يتوقف. فتبين ذلك بأن الموقف كان ليس ضد الزوار، بينما كان ضدي أنا شخصيا مدام تم رفض المشروع. وكان جوابي لهم هل يعقل أن أضع مئات آلاف في المشروع وأن أتركه لله يعني لكم هيك؟ فأجابوا قالوا نحن بنشتري. فوجدت الحل، قلت لهم وأنا مستعد أنا أبيعكم إياه. طلبوا كم ثمن المشروع، فأجبتهم أنني جئت إلى هنا لا أعلم لماذا، فما جبت معي لا تكاليف مشروع ولا أي حسابات، لكني وعدتهم بأن أرسل إلى عطوفة المحافظ وإلى عطوفة المتصرف كشف بالمصاريف. ومن ثم ذهبت إلى المشروع وأبلغت المقاول بتوقيف العمل بناء على اتفاقية
هو ليست اتفاقية، هو محضر توافقي تم بالمحافظة بيني وبين متصرف لواء المزار أمامهم بإيقاف العمل لمدة شهرين إلى أن يتم ترتيب شراء المشروع من قبلهم. وانتظرنا لمدة شهرين. طبعا قبل الشهرين أنا أرسلت إلى عطوفة المحافظ وإلى عطوفة المتصرف كتاب مرفق به تفاصيل وتكاليف المشروع للعرض عليهم. وبعد الشهرين كان مناسبة عيد الأضحى المبارك يعود علينا وعلى المسلمين بالخير والعافية إن شاء الله. ذهبت إلى محافظة الكرك للسلام على عطوفة المحافظ وأبلغته بأنني سأباشر العمل في المشروع لأنهم لم يراجعوني نهائيا بخصوص موضوع البيع. وطلب مني عطوفة محافظ الكرك بأن أتوجه إلى عطوفة متصرف لواء المزار الجنوبي قد يكون عنده بعض الأخبار. فعلا ذهبت إلى مكتب المتصرفية وقابلت عطوفة المتصرف، سلمت عليه بمناسبة العيد وسألته إذا كان في عنده أي أخبار بخصوص المشروع وبيعه. فأجابني أنه ما عندي أي شيء، ما صار، ما حد راجعني. شوف كل فطلبت فأبلغته بأن أنا سأباشر العمل في المشروع. قال لي راجع المحافظ. قلت له أنا جاي من عند المحافظ مباشرة لعندك وكنا نتأمل أن يكون عندك بعض المعلومات. فقال لا يوجد عندي أي معلومات، لكن أنا أنصح بالتريث وتأجيل العمل في المشروع. فقلت له تأجيل العمل بالمشروع يعني التريث يوم يومين أسبوع شهر؟ قال لي أسبوع. قلت له ما عندي أي مشكلة، أجلت العمل في المشروع مدة أسبوعين مش أسبوع، لكن بدون أي جدوى ولا اتصال منهم. وأبلغت المتصرف بأنني سأباشر العمل وأبلغت المقاول في مباشرة العمل وباشرنا في العمل بشهر 11 واستمرنا في العمل بدون أي مشاكل سوى يعني مشاكل لا تمت لي بصلة. فقط أبلغوني موظفيني بأن الدكتور لبطوش كان يتواجد أثناء زيارة بعض المجاميع أمام مقام جعفر الطيار وكان يطلب من سائقي الحافلات بأن لا يعملوا معهم وهذولا كفرة وهذولا شيء من هالكلام يعني اللي الغير منطقي. لكن هذا الشيء ما كان يعنيني بشيء. استمرنا في العمل وكان كل شيء يسير بشكل جيد إلى أن بلغنا يوم الخميس بداية الشهر الخامس من العام الحالي من رجال الأمن الوقائي بأن هناك سيكون في تجمع أمام المشروع مثل اعتصام. وكان سابقا في بداية المشروع تم اعتصام ليوم واحد، تجمعوا وسحبوا حالهم مشوا. يعني طلبت من موظفي الموجود هناك، هو موظف من الجنسية الهندية لأنه مجموعات الهندية اللي بتيجي للأردن الدينية يعني بالخصوص لا يجيدوا اللغة الإنجليزية ويريدوا شخص يتكلم معهم بلغتهم. وهذا الموظف هو يعني بتصريح عمل وعنده إقامة ووضعه قانوني في البلد وبتصريح العمل يعني مذكور استقبال المجاميع السياحية.